قلت لكم معلومة مهمة جدا، إن هؤلاء القوم العظماء اللي هم الصحابة إذا رأوا وسمعوا وحكم أمامهم من الرسول بأمر، فكلهم هنا بدون إبداء آرائهم الشخصية سمعوه من هذا الرجل العظيم النبي، فساعتها بيبقى اسمه إيه؟ أول حاجة بقى إجماع الصحابة. تمام؟ إجماعهم ده ما فيهمش رأيهم، لأنهم كلهم قالوا شهدنا إن الرسول قال كذا أو فعل كذا أو حكم بكذا فقط. تمام؟ ما دون إجماع الصحابة من كل اللي هتسمعوه، وهننط كتير لأن احنا بقينا هنقفز يعني عشان بقيت عندنا المعلومات كلها الأساسية فمش هنتعب كتير. ما دون الصحابة، ومش عشان بس قدرهم العظيم، لا، عشان إجماعهم ده إجماع منبثق منهم سمعوا أو شافوا أو حكم أمامهم من النبي شخصيا أو فعلة، مش إنهم دخلوا رأيهم وعلى مزاجنا على مزاجهم نمشي أبدا. هم قالوا يا جماعة شفنا، ولا يتواطأ كل هذا الجمع على أي شيء دون أن الصحابي أصلا في أمر الدين لا يكذب حتى لو كان بينهم خلافات سياسية.